السلام عليكم، ازيكم؟ في الفيديو ده هنبدأ نعمل تكتشر للباب، بس قبل ما نبدأ في يعني انا برشح لو انت ما عندكش اي خلفية عن Substance Painter ممكن تشوف صفحة Substance by Adobe في يوتيوب الشانل بتاعتهم، يعني هتلاقي عليها توتوريالز كتيرة جدا. ممكن تفتح البلاي ليست هتلاقي حاجات مترتبة، يعني حاجات في كذا حاجة، في Painter، في Designer، في الحاجات بتاعتهم كلها يعني. وفيها في كذا حاجة، في حاجات لو انت بيجينر، او في حاجة وفي حاجات برضه لو انت مستواك متوسط او مستواك عالي برضه. فانا برشح لو بينتر، لو انت لسه بتبدأ بينتر ممكن تألف في الحاجات دي، ممكن تشوف دي حتى دي كويسة يعني. البلاي ليست دي اللي هي substance، اللي هي getting started with substance painter، هتلاقي شرح مبسط جدا وسهل، يعني هيلم البرنامج كله في وقت سريع وهتفهمه كويس يعني في بسرعة يعني. بس ده لو انت ما عندكش اي خلفية يعني وعايز تبدأ كويس يعني، خصوصا ان انا كمان هشرح، يعني مش هشرح من ال من ال مش هشرح بيزكس قوي ويعني، بس ممكن تتابع معايا وانا بشرح برضه هتفهم حاجات يعني. تمام، متشكر. ونبدأ دلوقتي شرح يعني. السلام عليكم. ماشي، هنا هنبدأ نعمل تكشرز للباب ده في Substance Painter. فهنا بعد لما عملنا بيك هنبتدي بقى نشوف الأجزاء اللي هنعملها يعني. ممكن نبدأ بالجزء اللي هو ال Painted Metal، اللي هو اللي احنا كنا اللي هو الأصفر ده يعني. في حاجة يعني، إما نستخدم إما إن إحنا نحط fill layer ونقعد نحط فيها حاجات تانية، أو إما ممكن نشوف ال smart materials اللي عندنا ونبدأ منهم يعني. بس فهاجي هنا مثلا عند smart materials، في materials وفي smart materials. باجي هنا مثلا عند في حاجة كويسة جدا يعني بتنفع مع الحاجات دي يعني، تعالي ده اسمها machinery. انا حتى كنت عامل منها، بس هنستخدم اللي هي الأصلية وبعد كده نعمل لها customizing، نظبطها يعني. بس لو جيت هنا هتلاقي طبعا حاجات بايظة يعني. أول حاجة بتعملها إن أنت بتدوس رايت كليك، بتضيف حاجة اسمها Add Mask with Color Selection. لما بقوله with Color Selection هيخليني أختار الألوان في Properties، بختار يعني حتى ممكن نعمل دي هنا كده يعني، عشان بيخليني اختار الالوان حسب ال اي دي ماسك اللي هو الماتيريال كلر اللي احنا كنا عاملينه يعني. عايز اضيف بطريقة احسن. بس فباجي هنا بدوس بيك كلر، بس في بج كده غريبة يعني. تمام، اختفت. بدوس بيك كلر وبختار الكلر اللي احنا عايزينه يعني، فانا حسب الاي دي يعني، فانا هختار الكلر ده يعني. ممكن حتى تختار، لو دوست اف 1 هيجيب لك اليو فيز مع ال، واف 2 هيجيب البرسبكتيف بس، واف 3 هيجيب اليو فيز بس. ممكن حتى تختارها من اليو فيز يعني. بس لو جيت هنا اف 2 هيرجع تاني سيلكت، فهيختار بس اللون ده يعني. بس فباجي هنا بعمل بشوف الحاجات بالترتيب يعني. باجي عند ده مثلا نشوف الحاجات بتاعته يعني. فهو يعني هو مش ميتاليك عشان هو اصلا بينت يعني، فاحنا نلغي ميتاليك خالص يعني، هو مفيهوش اوباسيتي. ممكن نسيب الهايت والرافنس والنورمال مثلا والكالر،
كلر مثلا ممكن، يعني انا حاسس ان الكلر ده ممكن مثلا يبقى اغمق سنة يعني. بس هو قبل ما نعمل اي حاجة، في حاجة مهمة برضو تانية في انريل، الالوان مش مماثلة قوي لبينتر. فانت بتيجي عند display settings اللي هي دي، يعني هتعمل activate color profile، وبعد كده بتختار aces اللي هو color profile اسمه aces يعني. فده بتنزله من على النت يعني، حتى كان في حد كان عامله فري يعني في جامرود يعني، ممكن اشوف اللينك دلوقتي يعني. بس بتمشي على الحاجات دي يعني، فتضطر تعمل تويك للألوان طبعا. وفي حاجة تانية برضو، حاول تخلي البانوراما دي يعني، ممكن تشتغل بأي حاجة، بس في واحدة اسمها توماكو ستوديو، دي ميزتها إن هي بتبقى يعني مناسبة لحاجات كتيرة يعني، عشان تعرف تقيس بيها يعني. بس باجي هنا بقلل اللون يعني، بخلي اللون يبقى أغمق شوية يعني، أو حسب زي ما أنت عايز يعني. في أنا بس عايز أوريلكم اللينك على اللي هو بتاع ايسيز. تمام، هو يعني هتلاقي اللينك ده، في واحد كان عامله فري يعني، ممكن تنزله. هتنزل الفايل اللي هو الكالر بروفايل ده يعني من جامرود، وبعد كده هتحطه في الكالر بروفايل بتاع سبستنس. ممكن حتى بحطه في الديسكريبشن يعني، بتيجي عند هنا بتحطه هنا. في الأول بتعمل دراج اند دروب، بترميه هنا وبتسجله في بينتر، وبعد كده بترميه هنا يعني. فبيشتغل ده، ميزته ان هو الألوان هتبقى نفس الألوان اللي انت هتشوفها في انريل يعني. بس بنيجي بس عند اللون هنا يعني، لو بصيت مثلا عند الألوان هتلاقيه يعني. ممكن نعمل كده مثلا، ممكن نيجي هنا بس عشان نشوف الألوان هنا. تمام، يعني لو حسيت مثلا ان اللون ده ممكن يبقى أغمق سنة مثلا يعني، حاجة زي كده دلوقتي يعني، وبعد كده نبقى نتويك بعدين الحاجات يعني. بس يعني هنيجي عند الراست ده، بس يعني شوف الراست أول حاجة يعني، عشان في حاجة اسمها ماسك إديتور. هو في نفسه ماسك إديتور يعني، انت ممكن تتحكم في الـ settings بتاعته يعني. فهتغير طبعا الـ scale بتاع الـ texture يعني، ممكن اغير ادور على الـ scale بتاعها يعني. عند تكتشر بتفتح السكيلينج، بس بتغير السكيلينج. ونفس القصة برضو لو في تكتشر تاني يعني، لو في تكتشر تاني مثلا معمول يعني. بس طبعا هتتحكم فيه يعني، بتخليه يبقى very subtle يعني، بيبقى زي يعني، يبقى ما يبقاش باين قوي يعني. تحكم في الكونتراست والحاجات دي يعني، برايتنس والحاجات دي يعني. وفي طبعا جلوبال بالانس والكونتراست. بس يعني ممكن يعني
غير شوية، ممكن حتى تغير الجرانج ماب لو عايز، لو مش عاجبك اللون ده يعني. يعني ممكن blending mode بس نسيبه يعني، ممكن تألف فيه لو حابب يعني، وممكن تعمل invert، في حاجات كتيرة ممكن تتعمل يعني. ممكن تتحكم أكتر في settings اللي هي ال AO مثلا، بتخلي ال AO يبقى أقوى أو أقل يعني، لو خليته أقوى لو خليته أقل هيبقى كده يعني، خليه زي ما هو دلوقتي. بس يعني ممكن حاجات كتيرة ممكن تتعمل دلوقتي يعني، بس الكيرفتشر لما بتزوده هتلاقيه زوده في الحتت دي يعني. هو دلوقتي مفيش كيرفتشر طبعا، مفيش كيرفتشر، ف يعني ممكن يعني بعد لما تزود ده تتحكم في السيتنجز دي لوحدها يعني، المفروض يعمل حاجة يعني. لو حابب تضيف للكيرفتشر يعني، وفي وورد سبيس نورمال دي يعني دي بتزود وبتقلل حسب الاتجاه يعني، توب تو باتوم مثلا، في توب تو باتوم، في فرونت تو باك، ممكن تألف في دول يعني تجرب يعني. وفي سيكنس ممكن تتحكم فيها برضه، السيكنس يعني. بس يعني هتضيف مثلا هنا بعد ما تعمل كده، ممكن تضيف في اللاير مثلا، او جنريتور مثلا. ممكن اضيف في اللاير دلوقتي لسه، بس هحط في اللاير. وبتحط مثلا، هتلاقي في جرانجز، هتلاقي في مابس ستايلبل تكشرز، ممكن تحط حاجة تقلل شوية الافكت اللي تحته ده. حط مثلا جرانج ماب كونكريت مثلا يعني، بنجرب يعني، ونزود السكيل بتاعها مثلا. لو دوست الت ودوست على الحتة دي هيوري لك الماب شكلها عامل ازاي، ولو دوست ام تاني هيرجع البريفيو يعني. فانا عايز بس اكبر التعليمتين كده. فلو جيت هنا وتحكمت في البالانس والحاجات دي، هتشوف الماب شكلها عامل ازاي يعني. يعني ثانية عنده، هتشوف الماب شكلها عامل ازاي. فهتيجي هنا مثلا فلنفترض انت عايز تستخدم مثلا مالتبلاي، لسه هي نورمال يعني. المالتبلاي هيخلي الاسود، هيلغي الأسود اللي تحته وهيسيب الأبيض يعني. فلو جيت هنا مثلا ودوست multiply، فهو هنا لغى الأسود وساب الأبيض يعني. فلو طفيتها خالص هيبقى شكلها عامل كده، لو عملتها تاني بتعمل كده، لو دوست M بقى هيبقى شكلها عامل كده. يعني ممكن حتى تتحكم في ال opacity بتاعتها يعني، عايز تعمل كده مثلا، عايز لو حابب زي ما انت حابب يعني. بس يعني في بقى ممكن تضيف كذا حاجة فوق بعض يعني، عايز تضيف أجزاء تانية، عايز تضيف paint، ممكن تضيف paint وتعمل الحاجات دي يعني. بس يعني ممكن برضو تعمل حاجة تانية، الفتحات دي مثلا المفروض تبقى، الفتحات دي تبقى لونها اسود اصلا يعني، عشان وراها مفيش حاجة يعني. فانت ممكن تضيف زي في اللاير تانية مثلا، وتخلي الاي او يعني اسود مثلا، وهنشوف يعني هتتعمل ازاي دلوقتي يعني. نلغي الكلام ده كله يعني، ممكن يبقى ميكس ما بين color و AO يعني. ممكن يبقى بس سميها
بس ممكن مثلا نضيف بلاك ماسك مثلا، ونعمل نضيف مثلا حاجة اسمها نضيف فيل لاير مثلا. الفيل لاير دي ممكن نحط فيها الـ AO. لو جيت عند Tools مثلا Textures Project and Project ونضيف الـ AO. بس لو ضفت AO نيجي عند الفيل ده نعمل Invert عشان ياخد نفس الـ settings بتاعت الفيل دي. بتضيف فوقيها حاجة اسمها ليفلز. لو ضفت ليفلز هي تعرف تعمل انفيرت يعني، والليفلز دي ممكن تعرف تخلي الجزء اللي انت عايزه ابيض اكتر او اغمق اكتر يعني، فهتحاول تخليه ابيض على قدر الامكان يعني، يعني حاجة زي كده مثلا. بس لو دوست هنا ام فهو خد اللون ده يعني. بس ممكن مثلا تضيف زي لون غامق بس بحيث ان انت تفيك الحاجات دي يعني، وتديها رفنس، يبقى الرفنس ده يبقى صفر مثلا. تعالين الرفنس ده تخليه رقم كبير مثلا عشان ما ياخدش رافنس يعني. فبقى كأنك عملت فيك للجزء ده يعني. ممكن حتى ال AO ممكن تزوده برضه، تخليه اسود كده، ابيض كده اسود يعني، فهيتحكم فيه اكتر يعني. فبقى عامل زي الصورة يعني. لو جيت عند الصورة هنا تلاقيه واخد نفس الحاجات يعني، نفس الأشكال دي يعني. تمام يعني، حسب بقى زي ما انت عايز بقى، اللون تغمقه شوية وتفتحه شوية، بس أهم حاجة ما تخليش برضو لون يبقى أسود كده يعني. يعني غلط إن أنت تخلي حاجة تبقى سودة خالص يعني. تمام كده. بس ممكن اللون ده نفسه البينت ده البيز بتاعه ازود الرفنس شوية، او يعني حسب زي ما انت عايز يعني، زوده حاجة بسيطة جدا يعني عشان ما يبقاش بيلمع كده يعني. بس فهتلاقي الشكل قرب شوية من اللي احنا عايزينه. نحس ان دي بس عايزة مثلا يعني، يعني ممكن تلعب فيها زي ما انت عايز. ممكن تضيف على الرفنس ده، ممكن تضيف عليه مثلا حاجات خدوش مثلا. ممكن تيجي عند جرانجز تلاقي حاجة اسمها سكراتشز مثلا، اعمل سيرش على سكراتشز تلاقي في كذا حاجة فيها سكراتشز يعني. لو ضفت مثلا يعني ممكن نجرب يعني، نجرب ولو ما نفعتش نعملها يعني. ففي سكراتشز دي يعني، سكراتشز دي بعد ما بتحطها ممكن تغير ممكن تلعب فيها اكتر يعني. يعني ممكن يعني حسب زي ما انت عايز كده. طبعا شكلها غريب شوية، ممكن زي ما انت عايز تتحكم فيها يعني. ممكن تغير السكيل. ممكن أحسن من كده بقى يعني، أنا بفضل أعمل كده دايما يعني، إن أنا أسيب دي زي ما هي وأضيف تاني، أعمل دوبليكيت للبيز ده. كنترول دي هيعمل دوبليكيت، أو رايت كليك ودوبليكيت لاير، كنترول دي يعني. وبعد كده بغير، بعمل زي color variations يعني. ممكن تسميه مثلا color variation، ممكن color roughness مع بعض يعني، حسب زي ما انت عايز يعني. ممكن تخليها color بس، ممكن تخليها color roughness يعني. ممكن تغير ال roughness، تعمل الحركة دي مثلا، تضيف ال grunges دي مثلا، أو حسب أي حاجة انت محتاجها يعني. ممكن مثلا تغير هنا
منظر كده مثلا تخليه يبقى جزء يكون ميت شوية، ما يبقاش كل حاجة بتلمع. والكلر نفسه ممكن تخليه يعني قالب شوية على لون تاني، لون أغمق شوية، لون محمر سنة يعني، حاجة زي كده مثلا، أو يعني لو قللت ده حتى تحت كده. وبعد كده شوفها من بعيد كده، بعد كده بتضيف اد بلاك ماسك بس. والبلاك ماسك ده هتضيف مثلا عليه، ممكن تضيف جنريتور او تضيف فيل او تضيف يعني اي حاجة يعني انت حاسس انها هتفيد يعني. فممكن نجرب مثلا جنريتور مثلا. فالجنريتورز دي ممكن تستخدم حاجات كتير يعني، ممكن تستخدم كيرفتشر، ممكن تستخدم كيرفتشر ده هيمسك الايدجز فهيدي الوان مختلفة في الايدجز يعني. الاي او هيمسك الكورنرات اللي هي الحاجات اللي بيتجمع عليها تراب. في بقى انت ممكن تعمل اصلا ماسك بيلدر او ماسك اديتور ان انت تبني الحاجة اللي انت عايزها يعني. بس يعني هنا ممكن مثلا نجرب نضيف يعني ممكن نجرب نضيف ديرت مثلا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي يعني. يعني الديفولت بتاعها شكله عامل كده يعني. فلو دوست Alt ودوست هنا على ده هتلاقي الشكل عامل كده يعني. بس ممكن في ديرت دي تتحكم في الـ الاماونت، جرانج اماونت، ديرت ليفل، الحاجات دي يعني. ديرت ليفل الحاجات دي، لو دوست ام هيرجع تاني للشكل ده يعني. فالديرت يعني لو عملت كده هيرجع للماتيريال اللي تحته، اللاير اللي تحتها يعني. لو زودته هياخد اكتر يعني. انت ممكن تاخد حاجة في النص يعني، حاجة ما بين الاتنين كده يعني. ممكن تعمل كده مثلا يعني، لو قفلت ده هيبقى كده، لو فتحته هيبقى كده. ممكن برضو تزود السكيل يعني، لو انت مش عاجبك السكيل ده مثلا كبير سنة كده ممكن تغيره يعني، ممكن تكبره يعني. بس يعني لما بتكبره بيبان التكرار، فانت تحاول برضو ما تكبروش قوي يعني. يعني حتى ممكن تخليه زي ما هو دلوقتي يعني. ممكن تغير ال جرانج اماونت مثلا، ممكن تستخدم جرانج مختلفة اصلا يعني، يوز كاستم جرانج. لو جيت هنا في الحاجات دي ممكن استخدم جرانج تاني يعني، ممكن تشوف الحاجة اللي انت حاسس انها ممكن تبقى كويسة وتجربها يعني. يعني ممكن حتى انت تستخدم حاجة تبعك انت يعني، ممكن تجيب تايلر تكشر تبعك او من على النت وتحطها عليه يعني. لو جيت ده مثلا وحطيته يعني، انزل تحت، في لو تيجي تنزل تحت في حاجة اسمها كاستم جرانج، مش هتشتغل الا لما تيجي عند كاستم جرانج وتخلي دي ترو، هي فولس دلوقتي، تخليها ترو فكده اشتغل. ودوست ام هيبان الاشكال دي، هتبان يعني. يعني انا حتى عجباني الاشكال دي، شكلها انترستينج اكتر يعني، يعني تحسها منطقية أكتر يعني. بس طبعا هتتحكم بقى في يعني هتيجي هنا ممكن تغير اللون، ممكن تعمل أي حاجة أنت عايز تعملها يعني. ممكن تتحكم في الرفنس بطريقة تانية يعني. يعني أنا زودت هنا مثلا الرفنس فإدى شكل شوية كده، بتبقى ظريفة شوية برضو الحاجات دي يعني. يعني الكونتراست هيزود الحاجات دي يعني. يعني ممكن بعد كل ده تروح تمسك ال opacity بتاعت ال base color يعني. انت هنا كده واقف على ال base color، تقلل اللون مثلا او تغير دي لل roughness مثلا، وتقلل ال roughness وتخليها حاجة خفيفة جدا يعني، بحيث انها ما تبانش قوي يعني. ممكن تغير الاتنين مع بعض يعني، اللون
والبتاع ده والرفنس. بس يعني رجعها دلوقتي. ممكن برضو تلعب برضو في السيتنجز دي اكتر، يعني تخلي الديرت ليفل اخف او ازيد، ممكن تزود الجرانج اماونت او تقلله يعني. يعني ممكن برضو تضيف مثلا فيل لير، اد فيل لير مثلا، تضيف حاجة تانية مثلا، حاجة مختلفة شوية شكلها مختلف يعني جرب دي مثلا، يعني هنشوف يعني. وتزود السكيل بتاعها، خليه 3 مثلا أو 4 يعني. جرب يعني، يعني أو جرب حاجة غيرها عشان دي شكلها واخدة. جرب دي مثلا، يعني دي كويسة برضه. خليها حاجة زي كده مثلا، وبعد كده اعمل مالتيبلاي بحيث ان هو يلغي الحاجات اللي تحتها، يعني الحاجات الغامقة يعني. لو غيرت البالانس والحاجات دي هيدي لك قيم مختلفة يعني. تمام. في برضه انا حاجة نسيت اعملها في الجزء ده بتاع الـ AO ده. احنا كنا عايزينه يبقى هنا بس يعني. احنا ممكن نيجي هنا بس عايزين بس نلغي باقي الحاجات يعني. ففي الحالة دي الحالة دي حاجة من الاتنين يعني. كان من الأول كان ممكن كنت تدي زي لون ماتيريال كلر للأجزاء دي، بس هو طبعا ما عملناهاش. فاحنا هنضيف مثلا بينت يعني، هنضيف بينت وهتعمل مالتيبلاي وهتمسح من ال هتمسح من ال UVs بقى. بس عشان أسهل تستخدم UVs، هتعمل في ال alignment حاجة اسمها tangent wrap، تخليها UVs عشان تعرف ترسم على UVs أحسن. عشان أحيانا ما بيعرفش يعمل يعني. لو دوست X هتبقى دي أسود، لو دوست X تبقى أبيض. فاحنا عايزينها تبقى أسود يعني عشان تمسح الأجزاء دي يعني. بس لو ماشي هنا تمام، خلصنا مسحنا الحاجات الزيادة يعني. يعني انت لو حبيت يعني تزود برضو ايه او زي ما انت عايز، لو عايز تزود اكتر او كده يعني ممكن تعمل كده برضو لو حابب يعني. يعني بس هي برضو زيادة عن اللزوم يعني. فانت يا اما تعملها يا اما او ممكن حتى تتحكم في الاوباسيتي شوية يعني. يعني بعد لما لغيت الكلام ده تشوف الحاجة اللي انت عايزها يعني. لو كده مثلا كده كتير مثلا او قليل حسب زي ما انت عايز يعني. انا شايف ان هي كانت كويسة والله. بس هو الـ AO احيانا مش بيفضل ان انت تستخدم الوان كتير كتير منه يعني. فا يعني مش لازم تبقى 100%، ممكن تبقى مثلا 80% مثلا أو كده يعني. فأنا شايف إن كده معقولة أكتر يعني. تمام. بس نكمل بقى باقي الحاجات. و في بقى ممكن تضيف ديرت وداست مثلا. هو باي ديفولت في السمارت ماتيريال ده هو فيه ديرت وداست يعني. بس ممكن نلغيهم ونشوف الإفكت بتاعهم عامل ايه يعني. لو عجبنا ممكن نخليه، ولو ما عجبناش مثلا او نزود عليه يعني.
ففي ده مثلا اللون بتاعه اسود، بس اكيد عامل مالتي بلاي اكيد. تمام، هو عامل مختار لون اسود بس عامل مالتي بلاي، وعامل مقلل الاوباسيتي بتاعته، لو زودت الاوباسيتي هيبقى لونه اسود كده يعني. فدي برضو طريقة كويسة يعني. هي فكرة السمارت ماتيريال اللي انت ممكن تتعلم من الحاجات اللي اتعملت يعني، يعني دي حاجات جاهزة في البرنامج يعني، ممكن تتعلم منها. ممكن بعد كده انت تعمل ماتيريال من الصفر، تبني بقى حاجات صفر، ممكن تتزود عليها او تقل عليها. فممكن حتى هنا لو زودت هتلاقي اللون بقى عامل كده يعني. انا عاجبني الافكت ده شوية يعني، ممكن تخففها سنة بسيطة يعني، بس انا يعني انا شايف الافكت كويس يعني. ممكن تشوف بقى التكشر ده عامل ازاي اصلا يعني، هو عامل كده يعني، يعني شكله كويس يعني، شايف ان هو شكله كويس يعني. ممكن تضيف حتى لو حابب تضيف حاجات من تحت مثلا، ممكن تضيف اكتر يعني. يعني ممكن هنا في الماسك اديتور ده لو شفت السيتنجز دي مثلا، هتلاقي حاجة اسمها وورد سبيس نورمال. لو فتحتها هتلاقي في يعني، افتح بس ال ال هتلاقي في حاجة اسمها توب تو باتوم، بس لازم طبعا تزود دي اصلا يعني، عشان هي معمولة صفر يعني. لو زودتها هتعرف تتحكم في دول، دي هتزود القيم بتاعت الحاجات يعني، في فرونت وباك. ممكن تجرب الفكرة الفرونت تو باك وتوب تو باتوم والحاجات دي، يعني بيزودها في حسب البوزيشن يعني، حسب الورد سبيس يعني. يعني هتلاقي حتة مثلا تحت أكتر من حتة تانية يعني. position gradient يعني يعني هتعرف يعني position gradient دي برضو بتتحكم أحسن في الموضوع ده يعني. هي دي أحسن يعني. دي أحسن بكتير من ال يعني. بص هنا top to bottom دي بقت التراب اللي فوق بقى أبيض أكتر من اللي تحت يعني، فممكن تعكس، ممكن تعمل invert مثلا لو حابب يعني. وفي front to back يعني، بس هو طبعا مفيش أصلا كتير أوي يعني front to back. وفي right to left يعني، فدي بتبقى مفيدة يعني. يعني ممكن تجربهم وتلعب فيهم يعني وتشوف يعني. ممكن حتى تعمل حاجة مخصوص يعني، ممكن تعمل دوبليكيت لل layer دي، وتعمل front to top to bottom دي، بس هتعمل invert بحيث ان التراب يتجمع تحت ما يتجمعش فوق يعني. يعني المفروض ان يكون في هنا invert يعني، يعني في النهاية بس المفروض يبقى فيه زي تمام، هي نفسها فيها انفيرت. طب حلو، لو عملت انفيرت هتلاقي التراب اتجمع تحت اكتر يعني، يعني توب تو بوتوم هتلاقي كده مفيش خالص. بس اجيب دي كده شوية كده، مفيش خالص تراب اصلا يعني، كده في تراب تحت اكتر يعني. لو ركزت تلاقي تراب بيتجمع تحت اكتر يعني، لو رجعتها انفيرت تاني هتلاقي تراب فوق مش تحت. فحاجات زي كده بتبقى حلوة يعني، يعني بتبقى ظريفة في الموضوع ده يعني. ممكن تعمل اصلا لير كاملة مخصوص وتعمل حاجات تحت بس يعني، ممكن تحط لها حتى جرانج شكله عامل حاجات كده بس يعني. انا ممكن حتى استخدمها بس النسبة يعني مش كبير، نسبة صغيرة يعني، مثلا حاجة زي كده يعني. تمام، في بقى داست برضو،
بس دي شكلها حاجات بسيطة جدا يعني، حاجات قليلة جدا يعني. ممكن تشوف الإفكت بتاعها عامل إزاي يعني، هي يعني هي مش واضحة قوي مع مع الجزء ده يعني. ف ممكن برضو تلعب في الماسك بيلدر ده، أو تضيف أنت حاجة أنت عايزها، نشوف ايه اللي ممكن تستغله من الكلام ده يعني. ممكن اضيف حاجة بسيطة جدا يعني، ممكن تزود الـ AO يعني. لو زودت الـ AO هتلاقي الـ هتلاقي الـ الماسك ده بدأ يظهر فيه تراب، هو الداست يعني، فبيبقى ظريف شوية يعني. تلاقي فيه تراب بيتجمع هنا خفيف يعني. اللون ده مثلا ممكن تتحكم فيه أكتر يعني، ممكن عايز تخليه أفتح يعني كده حسب زي ما أنت عايز يعني. الرفنس، الرفنس طبعا يستحسن تراب يبقى رقم كبير يعني، حاجة زي كده مثلا. بس لو يعني ممكن يعني نشوف حاجة تانية دلوقتي، نشوف مثلا الميتال مثلا. الميتال برضو نفس القصة يعني، ممكن بتعمل لاير جديدة، ممكن اد فيل لاير مثلا، سميها مثلا ميتال، ميتال اد بلاك ماسك، بعد كده اد كولر سيلكشن او ماسك او اد ماسك بكر. هي هي يعني لو جيت عند كولر سيلكشن ده ودوست بيك كولر هيختار الحاجة يعني. فلو جيت هنا هتلاقي اختار الحتة اللي فيها الميتال يعني. بس ام تاني، بس نيجي عند اللون ده مثلا، نستخدم لون مثلا غامق شوية كده عشان يبقى مثل. وبعد كده الميتال ده بيبقى ميتاليك، فانت تخلي ميتاليك واحد بس، ممكن نفتحه سنة بس. والرفنس خليه مثلا يعني، ممكن حسب الصورة ممكن تشوف الريفرنس عامل ازاي يعني. ممكن نشوف الريفرنس يعني، نشوف اللون يعني شايف ان اللون ده معقول يعني دلوقتي يعني كبيز يعني. بس نعمل فولدر بس نسميه ميتال يعني، نسمي الفولدر ده ميتال، ونعمل هنا بلاك ماسك. وخد الماسك ده كوبي ماسك وبيست انتو ماسك، لو كنترول الت سي كنترول الت في، بس الغي هنا الماسك ده اصلا يعني، خليه وحط ده جوه الفولدر. في حاجة برضه تانية هنا هتلاحظ ان الماسك دي بيبقى فيها حتة كده غلسة يعني، هو بيسيب حتة كده صغيرة. فانت تجرب تتحكم في التوليرانس يعني، شوف هتاخد قد ايه يعني. اهم حاجة تحاول ما تبوظش الدنيا يعني، بتغير التوليرانس دي لحد لما تحس ان الحاجات اتاخدت يعني حاجة زي كده يعني. لو حسيت ان الميتال ده مش متاخد كويس، او في حاجات تستاهل زيادة زي مثلا الازاز هنا اتاخد غلط يعني، المفروض ما يتاخدش، فبتعمل حاجة تانية ان انت بتضيف اد فلتر، والفلتر ده بتعمل بلر، حاجة اسمها بلر يعني، بتضيف بلر. بس البلر ده بيعمل زي كده، بيعمل بلورينس كده. البلورينس ده يعني حسب زي ما انت عايز بقى، بتقلله او بتزوده. وبعد لما تعمل البلر ده بتضيف ليفلز، الليفلز دي بتعمل بيها كده يعني، بتعمل فيزر للحتة دي يعني. ف
فبتعملها لحد ما تحس ان الدنيا كويسة، يعني تلعب فيها شوية كده. ممكن نجرب نقلل التولرانس ده تاني ونلعب أكتر في الليرنس ده. ليفلز يعني حاجة زي كده مثلا، الليرنس ده تزوده سن، أو color selection تزود التولرانس مثلا، بس تخلي بالك من الإزاز ده يعني. لو بقى في حتة صغيرة بقى انت غيظاك بقى، فممكن تعملها بقى مانيوالي مثلا بينت مثلا، او يعني لو حاجات مش باينة قوي ممكن تطنشها، مش مشكلة. بس ف بتعمل كده يعني. بس خلي بالك برضه عشان ما تبقاش واخدة قوي من باقي الحتت يعني. تمام، نسيبها دلوقتي يعني، نبقى لو في حاجات صغيرة نبقى نعملها بعدين. تمام، نيجي بقى عند الماتيريال بتاعنا ده، الميتال ده، ده بيز يعني، ممكن نسميه بيز ميتال مثلا، بيز ميتال. وممكن نضيف، ممكن ألغي بس opacity وألغي الهايت مثلا. ممكن تضيف التكشر اللي هو scratches مثلا، scratches، ground scratches يعني، في dirty وفي fine مثلا، ممكن نشوف حاجة منهم يعني، تحطها في ال roughness يعني. فدي بتضيف effect حلو يعني، فانت بتتحكم فيه برضو، اللون ده يغمق شوية يعني. بتيجي عند ال عند دي، وبتتحكم في ال، لا مش attributes، ال parameters، بتتحكم في ال contrast والحاجات دي يعني. ممكن تضيف الـ scale طبعا، خليه مثلا أكتر من كده يعني، وتحاول تخلي الـ effect يبقى بسيط جدا يعني، عشان ما يبانش تكرار والحاجات دي يعني، وفي نفس الوقت ما يبقاش مزعج كده يعني، فأنت تتحكم أكتر في الـ في الـ roughness يعني. يعني حاول تخليها حاجة معقولة شوية يعني، بس ممكن برضو تقلل اللون عن كده أو تزوده. بس جربت تزود برضو الـ seed، السكيل قصدي يعني، يعني مثلا حاجة زي كده مثلا. بس بعد كده تضيف، ممكن تضيف لاير تانية، كنترول دي مثلا variation مثلا، نسميها variation. اللون ده مثلا ممكن يبقى لون أفتح، اللون الأفتح ده هتحطه في الكيرفتشر، اعمل بلاك ماسك، ضيف جنريتور مثلا، او يعني اما جنريتور يا اما ماسك. انت ممكن تضيف ميتال ايدج وير مثلا، فهتلاقي عملت الافكت ده يعني، هتلاقي الافكت ده اتعمل، اللي هي اللون الابيض شويه ده، لو جيت شفت الماسك هتلاقيه عامل كده. ممكن بقى تغير اللون زي ما انت عايز، تفتحه اكتر، فتحته اكتر هيبقى كده، لو غمقته اكتر يعني خليه كده مثلا، شايف ان هو كده معقول يعني، عشان مش كتير قوي يعني.
ممكن برضو تخلي الريفليكشن يبقى أعلى سنة مثلا في الأجزاء دي، لا العكس يعني. في ممكن تدوس سي، لو دوست سي هيجيب الحاجات دي يعني. فانت هترفنس او تدوس من هنا وتجيب الرفنس يعني، وتشوف ال كده معناها الرفنس اكتر، كده معناها الرفنس اقل، كده معناها هيبقى ريفليكتيف اكتر يعني. فلو شفت كده هتلاقي كده ريفليكتيف اكتر يعني. واندو ريدو، فكده بقى ريفليكتيف عند الايدجز دي يعني. ممكن بعد ما تعمل كل ده تضيف فيل مثلا، وتضيف جرانج، تضيف حاجة تقلل شوية الإفكت يعني. جرانج ديرت مثلا، تزود السكيل بتاعها، تغير دول مثلا، جرب حاجات كتيرة، اعمل انفيرت مثلا، كنت جرب كذا حاجة يعني. بعد كده هنعمل مالتيبلاي يعني، غير طبعا السكيل تاني، بحيث ان ما تبقاش خط ابيض كده كامل يعني. 2 كده مثلا، 3، 4، بس ام شوف الفرق يعني. هتلاقي فروق بسيطة جدا بس بتفرق يعني، الحاجات دي بتفرق شوية يعني. بدل ما هو كله كده ريفلكتيف، يبقى فيه حاجات مقصوصة كده أكتر يعني. تمام. ممكن بقى تضيف بقى داست وحاجات تانية، تضيف يعني زي ما انت عايز، تكتشرز مختلفة يعني، حاجات كده يعني. بس نسيبها دلوقتي وابقى اكملها تاني يعني. في بقى ال نضيف نشوف مثلا، يا اما نضيف في اللاير ونفضل نظبط فيها، او نشوف سمارت ماتيريال مثلا. بس انا هنا هجرب اضيف في اللاير، سميها مثلا، او ضيف فولدر الاول سميه جلاس مثلا، جلاس سميه ده مثلا بيز، ونضيفه هنا يعني. هتدي للجلاس ده لون ما بين الأزرق والأخضر كده يعني، ويكون غامق يعني، حاجة ما بين الاتنين كده تكون غامقة يعني. يعني شوف حاجة زي كده مثلا. هو دايما الإزاز بتحسه يا إما مخضر يا إما مزرق، أو ما بين الاتنين يعني. هتيجي عند ده وتقول تدوس add mask by color selection، هي راحت فين؟ وبعد كده بتيجي تدوس pick color وتدوس اللون ده يعني. لو دوس tab هيعمل full screen يعني. فهو هنا اداله لون يعني، حطيت لون بس يعني من غير حاجة يعني. ممكن تعمل نفس الحركة اللي عملناها دي هنا برضو، انت تيجي هنا تضيف فلتر، او جرب مثلا في الاول تزود التولرانس شوية. طبعا يعني منفعش قوي، فاحنا هنضيف هنا فلتر، والفلتر ده تعمل له بلر، والبلر ده تضيف ليفلز فوقيه يعني، وتتحكم في الليفلز دي يعني. فكده بقى أحسن شوية، بس ما تزودهاش، ما تخشش على الجزء اللي بعدين يعني، بقى أحسن سنة، ما تزودهاش قوي عشان ما تخشش على يعني. هو مش هيجرى حاجة لو حتة دخلت عليها، بس يستحسن ما يخشش جامد يعني. تمام كده. البيز اللي احنا عملناه ده نلغي منه الميتال،
يعني ممكن، مش عارف في ناس بتستخدم ميتال في الازاز ولا لا، بس انا يعني ما مش بستخدمه في الازاز. كنت الغي الهايت والغي النورمال، بس سيب الكالر والرفنس والاي او. يعني الازاز ممكن يبقى ريفلكتيف اكتر يعني، بس مش ريفلكتيف جدا يعني، او لو انت عايزه كده ماشي يعني. فمثلا حاجة زي كده يعني، حاجة زي كده. بس هو لسه الإزازة طبعا نظيف، محتاج طبعا محتاج يتضاف له حاجات تانية طبعا، محتاج يتضاف له تراب وحاجات كده. فهتضيف فيل لير مثلا، خلي فيل لير دي مثلا لونها لون تراب مثلا، حاجة كده يعني، نبقى نغيرها بعدين يعني. سميه مثلا ديرت أو داست، يلغي الميتاليك ويلغي الرفنس يعني نسيب الأوباسيتي دلوقتي يعني. بس هنضيف بلاك ماسك، وبلاك ماسك ده هنضيف جنريتور، الجنريتور ده هنضيف ديرت. بس في حاجة زي كده مثلا في الأول ممكن تغير بقى الأماونت اللي أنت عايزها. ممكن تشوف ال AO يعني، بيبقى فيه AO هنا المفروض، أو يعني هو بياخدها من Dirt Level أصلا. جرامز اماونت مثلا، في يعني انت ممكن حتى تضيف حاجات تانية يعني. ممكن تضيف غير السكيل مثلا، او خلي السكيل مثلا يعني. ممكن تضيف جرانج تاني لو عايز، لو حابب يعني. يعني في جرانج كده حلو، بيبقى هو ده تقريبا، هو ده. في حاجات شبهه برضه كتير يعني، في اللي هو الوايب بينفع جدا مع الإزاز والحاجات دي يعني. لو حطيته هنا في جرانج فهيديلك الشكل ده يعني، بيبقى حلو يعني، بيبقى ظريف، بس طبعا محتاج تلعب فيه أكتر يعني. لو حابب تزود السكيل مثلا، لو حابب تغير الجرانج أماونت والديرت ليفل والحاجات دي يعني، تخليه حاجة بسيطة جدا يعني، متبقاش تقيلة أوي يعني مثلا. يعني تحس كده ان هو حد كان بيمسح الازاز وساب شوية وساخة كده. بس ممكن تضيف برضو حاجات تانية يعني، ممكن تضيف فيل لاير مثلا. جرب تضيف مثلا، ثانية عايز اجرب اضيف ايه هو مثلا في التكشرز بتاعتنا، اشوف اذا كانت هتنفع ولا لا يعني. ambient occlusion اشوف بس شكلها، وبعد كده نشوف يعني. لو جيت هنا ضفت levels مثلا، هو بيحاول يعمل حاجة بسيطة يعني. فممكن لو عملت invert تلاقي فيه حاجات بسيطة جت كده اتعملت. ممكن بعد ما تضيف ده ممكن تستغل الحتة البيضة دي يعني، مثلا في إن أنت تضيف تراب، في تراب أكتر في الأطراف يعني. يعني عندك هنا مثلا التراب الأولاني ده، وتضيف عليه تراب تاني مثلا يعني. لو عملت
بس هحتاج طبعا اعمل لير تانية. يعني لو دوست كنترول دي سميه مثلا ديرت 2 مثلا اهو، والغي دول طبعا، فهتلاقي التراب اتجمع هنا. ممكن بعد ما اعمل كده اضيف ماسك فيل مثلا واحط اي جرانج. يعني جرانج انت حاسه ان هو ممكن يبقى تراب مثلا، نشوف حاجة كويسة مثلا جرانج ليكس ليكس دي او في جرانج، يعني نجرب دي دلوقتي نشوف شكلها عامل ازاي يعني، ونزود السكيل بتاعها، نعمل مالتيبلاي، نتحكم اكتر في الحاجات دي يعني. نحس حتى ان السكيل ممكن يزيد، ممكن برضو الرافنس بتاع الحاجات دي يتغير اصلا يعني. يعني لو جيت عند ده انا حاسس ان هو رف قوي، ممكن تتحكم فيه يعني، وممكن اللون يبقى مصفر سنة يعني. يعني لو حابب تبينه اكتر، وبعد كده تقلل الاوباسيتي بتاعته يعني. هنا برضه نفس القصة يعني، لو حابب تخليه يبان اكتر يعني. يعني انا ممكن حتى اغير التكشر دي اصلا، شكلها مش حلو قوي يعني. يعني لو جيت هنا مثلا عند الجرانش نضيف حاجة تانية، نشوف نتست الحاجات التانية يعني، نشوف انهي احسن حاجة ممكن تنفع معانا في بس انفيرت مثلا. لا مش تنفع دي، ندو مثلا، جرب حاجات كتيرة يعني. الفينجر برينتس دي مثلا دي برضو وايبس برضو يعني، نغير السكيل كده مثلا يعني، بس يستحسن الوايبس دي تبقى في النص أكتر يعني. يعني لو انت معاك تكتشر مثلا تايلابل تكتشر لقيته على النت او انت عملته وحاسس ان هو ينفع احسن، ممكن تستخدمه برضه، فحسب زي ما انت عايز يعني. بس انا شايف ده ماشي يعني، بس نزود السكيل شوية يعني. بس يعني ممكن ده يبقى كويس، ممكن ده الديرت اللي احنا عملناه في الاول ده نضيف برضو عليه في اللاير مثلا، وان يبقى فيه شوية مالتبلاي يعني، يبقى فيه شوية حتت مش موجودة يعني، عشان ما يبقاش حتة واحدة كده كبيرة يعني. سألت كده يعني اتحكم اكتر في نشوف حاجة غيرها. طيب اتحكم في ال balance اكتر يعني، ممكن تزود ال scale تقلله يعني، ممكن مثلا نشوف دي احيانا بتبقى كويسة. يعني لو حابب زود غير الروتيشن مثلا، نعمل حاجة تبقى ما تبقاش باين التكرار بتاعها يعني. بالانس مثلا، كونتراست، اقل كونتراست، انفيرت، ندوس ام كده شوف الفرق مثلا، لغيت دي وعملت دي تمام يعني. ممكن تضيف برضو بينت وتلعب يعني، ممكن عايز اشوف الحتة اللي ورا بس
هو عيب الحتة اللي ورا إن هي إنها متكررة، فممكن تعمل مشاكل في الأجزاء دي. ممكن أعمل حاجة كويسة، أحيانا بتنفع إن أنت تضيف، بتستخدم تراي بلانر بروجيكشن، تراي بلانر أحيانا بتعالج الحتة دي يعني، بس طبعا لازم في كل حاجة يعني. مش عارف بيبقى فيه هنا تراي بلانر برضو ولا لأ يعني. يستحسن يعني تحاول تخبي الحتت دي، أو يا إما بتريماب الإزاز ده، جزء الإزاز الخلفي ده على الجزء القداماني، بحيث إن هو ياخد نفس الحاجة وخلاص يعني، لو أنت خايف المشاكل دي تحصل يعني. يعني حسب زي ما انت عايز، او اما تحاول تمسح الحتت الزيادة يعني، انت تضيف مثلا بينت وتمسح الحتت اللي هي فيها السيمز دي، تعمل مالتيبلاي وتمسح الحتت اللي فيها السيمز دي وتخبيها يعني. تمام كده. حسب انت هتعمل ايه، بس هو كده الحتة دي من ورا فمش هتظهر قوي يعني. هو كان طبعا كان اذكى ان انت تخلي الجزء اللي قدام ده بالظبط زي اللي ورا يعني، بس هو الجيومتري كانت مختلفة، كان شكلها مختلف يعني، عشان ما يحصلش المشاكل دي يعني. حلها ان انت طبعا لو انت عايز تخليها نظيفة، تعمل لها ريماب على الجزء اللي قدام بالظبط زي اللي ورا يعني، فدي هتنفع برضه يعني. تمام يعني، هو ده البيز بتاعنا يعني. ممكن حتى يتلعب فيها أكتر من كده يعني، ممكن تضيف paint تلغي الحتة الزيادة اللي هي تحس إن هي فين ال brushes، ممكن تضيف تمسح الحتة الزيادة دي مثلا بالراحة كده، حتة المكررة قصدي، عشان ما يبانش إن في تكرار يعني. ممكن انت تضيف من عندك انت بينت وتضيف فوق الحاجات دي، لو انت حابب تخلي يبقى فيه شغل فني برضو اكتر يعني. يعني لو ضفت بينت هنا وعملت اد لينير دوج ودوست اكس، فكده انا بضيف اكس بيمسح واكس بيضيف، هيضيف على اللاير دي بس يعني. ممكن تضيف مثلا حاجات كده يعني، ممكن تضيف ليكس مثلا، لو عندك الفا فيها ليكس ممكن تضيفها برضه، او تشوف هنا اذا كان فيها حاجة اسمها ليكس، هو مفيش هنا ليكس. يعني ممكن تضيف انت اصلا حاجة من الحاجات من عندك يعني، بيتهيألي انا كنت ضايف حاجات زمان يعني، مش عارف لسه موجودين ولا لأ يعني. في تكتشرز هنا يعني انا كنت ضايف حاجات ليكس. ممكن تستخدم حاجات فيها ليكس وتضيفها يعني، بس ده بيبقى ستنسل، بتدوس ممكن تدوس 3 بتستخدم، بس هي مش عارف ليه مش باينة، مش واضحة يعني. بس هي هو المفروض بيعمل نفس الإفكت يعني، بس مش عارف ليه مش باينة يعني، هي باينة مع الماسك ده يعني، بس مش عارف ليه مش باينة مع التاني. فأنت بتضيف حسب الماسك اللي أنت بتحط بيه يعني، يا إما كده يا إما تدوس واحد بترمي على الستنسل دي بالفعل.
بس في طرق كتير يعني، بس دوس احسن 3 دي بتبقى احسن بتاعي، ترمي على الجري سكيل وبتستخدم التكتشر ده يعني، فهو بيمسح حسب حسب الحاجة دي يعني. في هنا ديرت مثلا، ده واضح. هنا باين يعني، ده هياخد اللون الأبيض وهيلغي اللون الأسود يعني. لو دوست إكس، لو المفروض يبقى فيه انفيرتين يعني، يستحسن هي الماب تبقى معمولة انفيرت يعني. فا يعني أنا بجرب بس يعني، بس دي يعني دوست 3 عشان أجيب لو دوست 1 هيرجع تاني يعني. بس يعني حاجات زي كده يعني، لو عايز تضيف ديتيلز تانية يعني، ممكن حتى تضيف هنا، تضيف راست أكتر لو رجعت للماشينري دي. لو جيت عند الراست ده، ممكن تضيف بينت وتضيف راست، حاجات زي كده يعني. لو انت عايز تضيف، لو معاك تابلت هيبقى احسن طبعا، عشان تضيف زي ما انت عايز يعني. تيجي عند المسمار ده مثلا، تضيف هنا حاجة زي كده يعني مثلا. بس احنا هنا البريفيو هنا في 2K، لو دوست 4K طبعا هيبقى التكشرز هتبقى احسن، بس طبعا هيبقى ضعف التكسل دينسيتي، فهيبقى غلط يعني. بس ممكن بس تشوفها تجرب يعني. يعني يبقى لو انت مثلا بتعمل هيرو اسيت، حاجات زي الأسلحة وكده، ويكون لو انت ويكون ارتست يعني، غالبا بيستخدموا حاجات 4K اكتر يعني. بس ممكن تضيف تراب اكتر للميتال ده، حاجات فيها تراب، عشان هو كده تحسه ناقص تراب يعني. حاجات كتيرة ممكن تتعمل يعني، دي جليتش طبعا، الحاجات اللي بتحصل دي جليتش يعني. بيبقى حاجة زي كده يعني. ولو حبيت الإزاز برضو ممكن تضيف له opacity. لو جيت عند البيز هنا بتضيف opacity، بس لازم عشان الاوباسيتي تشتغل هي كده مش شغالة يعني، لازم تيجي عند shader settings، بتخلي ال PBR متر رف دي بتخليها الفا، في الفا تيست وفي الفا بليندنج، فاحنا محتاجين هنا الفا بليندنج. الفا تيست دي تبقى حلوه لو الحاجات اللي هي فيها اسوار مثلا، سور، وعايز تلغي الجزء كامل، فدي هتقطع جزء كامل يعني، زي الاسوار مثلا، او الحاجات اللي هي الفينس مثلا، او ريلينجز والحاجات دي. الفا بليندنج حلوه للازاز والحاجات دي عشان بيخليه شفاف يعني. فانت بتعمل كده، وبعد كده بتيجي عند هنا مثلا، عند الجلاس ده بتتحكم بقى في الاوباسيتي، بتقلل بقى الحاجات دي يعني. سيبك طبعا من الجليتش ده يعني. انا هنا طبعا هرجع ل2K عشان 4K تقيلة يعني، بس هي التفاصيل بتاعت 2K 4K احسن بكتير يعني. بس طبعا ال 4K يعني غلط غلط في التكسل دينستي يعني، عشان هيبقى تكشر سايز، ماب سايز اكتر يعني، هتاخد مساحة اكتر يعني، تبقى تقيلة او حلوة للشغل السينيماتيك وكده. لكن كجيم انا ماشي بالتكسل دينستي دي، فخليها 2K يعني. بس فلو جيت هنا اتحكمت في الاوباستي، هتلاقي الاوباستي بتتغير يعني. وطبعا الاوباستي يعني، الغي الاوباستي من الديرت والحاجات دي عشان ما ي... عشان ياخد نفس الاوباستي بتاعت الجلاس
البيز، ميبقاش كل حتة ليها اوباسيتي يعني، هيبقى مش منطقي يعني. فتخليه بقى حسب زي ما انت عايز يعني، لو خليته كده خليه مثلا حاجة زي كده يعني. طبعا يعني انا الجزء ده اللي انا عملته زيادة ده عشان الحتة دي يعني، لو ما كنتش عملته كان هيبقى مفتوح، وكان هيبين العيوب، كان هيبقى فيه اللي هو السايد التاني كان هيبان مش موجود اصلا، عشان فده مسته في كده يعني. تمام، نعمل سيف كل ده، ما عملتش سيف اصلا يعني، ونبقى نكمل الجزء الجاي ان شاء الله يعني. دي تيست دي. تمام، هنا في يعني هنا في سبينتر لو حبيت تعمل زي ريندر تيست كده يعني، ممكن تعمل هنا حاجة سريعة يعني لو حبيت يعني، ممكن تشغل اي ري يعني. يعني لو جيت هنا ريندرينج اي ري يعني، هو طبعا لسه يعني، هزود، ممكن ازود عليها حاجات تانية يعني، فهيوري لك تيست كده اللي بيحصل يعني. ممكن تلغي ال background دي، تيجي عند shader settings، عند display settings قصدي، معلش. ممكن تتحكم في ال field view زي ما انت عايز يعني، بس خليها دلوقتي default يعني 50، وفوكال لينس والحاجات دي، والفوكس ديستانس والحاجات دي يعني، وال بس بتيجي عند، انا بدور على اللي تلغي. لو انت مش حابب ال environment دي تبقى موجودة، تعمل clear color، تخليه رمادي مثلا، عايز تخليه افتح او اغمق يعني، انا شايف اللون الاغمق احسن. عايز تغير حاجات تانية مثلا الجراوند، عايز تلغي الجراوند خالص، عايز تعملها في texture scale، الحاجات دي كلها يعني، shadow intensity، قوة الشادو، مش عارف في ينفع تزودها عن 2، لا مينفعش. لو عايز تخفف الشادو أو تزوده يعني، هو بيعمل preview سريع كده. عايز فيل، انا لسه قلت فيل فيو يعني، عايز تخليها مختلفة من 20، لو عايز تخليها تبان قريبة شوية كده، بس خليها دلوقتي 50 زي ما هي يعني، 50 كويسة يعني، وقرب. عايز تغير خالص ال resolution اللي انت شايف بيه، ممكن تتغير دول، تتحكم في الحاجات دي، بس بتقول له override viewport resolution، بتخلي دي زي ما انت عايز يعني. عايز تخليها HD مثلا، يبقى 1920 في 1080 يعني، دي تبقى 1080 مثلا. دوس تاب لو عايز تعمل full screen مثلا، وتوسطنها مثلا. عايز تخليها مربع بالظبط يعني، تخليها 4K by 4K مثلا، ممكن تعمل كده برضه يعني. بس في هنا برضه في activate post effects، ممكن تتحكم في الحاجات دي يعني، ممكن هنا تزود ال brightness شوية، saturation لو عايز يعني، سيبك من contrast دي، أحيانا بتبوظ الدنيا يعني، أو حاجة بسيطة جدا يعني. لو خليها واحد زي ما هي، أو واحد بوينت مثلا 0.5 مثلا، وان بوينت 0.01 مثلا، 5 مثلا. ممكن تزود ال temperature، ال white balance temperature يعني، أنا بحب أخليها مصفرة شوية يعني،
بتبقى أحسن شوية يعني، أنا بحبها كده يعني. هي الديفولت 6500، ممكن تخليها مثلا 7000 مثلا، أو 6800 مثلا، حاجة بسيطة جدا يعني. ممكن برضو تتحكم في التون مابينج مثلا، في ديبس اوف فيلد برضو تتحكم فيه، بس يستحسن تتحكم فيه من السيتنجز اللي هنا يعني، بس سيبك منه دلوقتي يعني. في تون مابينج برضو، زود اكسبوجر مثلا، حاجة بسيطة. كنت تغير الجاما يعني لو حابب يعني، حاجة بسيطة جدا. مثلا ممكن تضيف جلير، لومينانس، وفي ال ثريشولد. تمام، قال لي ثريشولد زود اللومينانس لو عايز تضيف افكت كده، والشيب ممكن تغير الشيب يعني. هو الديفولت اللي هو الفلتر كروس سكرين سبيكترال، ممكن تغيره لحاجات تانية يعني، ممكن سنو مثلا، ممكن هوريزونتال اللي هي الخطوط اللي هي بالعرض دي، اللي هي دي الخطوط دي يعني، ده الديفولت، كنت خليه الديفولت يعني دلوقتي يعني. تقلل اللومينانس شوية يعني. بس ممكن تضيف فينيت، فينيت ده بيدي الإفكت ده اللي هو حوالين الباب ده، لو عايز تعمل كده يعني. بس عايز وسطانها سنة كده، حاسس إن هي مش وسطانة يعني. ستيب تاني، حاجات تانية يعني، لينس ديستورشن لو عايز يبقى فيه ديستورشن وحاجات كده، بس سيبك منها. بس بشغل طبعا بإيسز الحاجات دي يعني. بس يعني لو عايز تحسن طبعا كواليتي الريندر، بتزود السامبلز، بتزود السامبلز وبتزود الماكس تايم، تخلي الماكس تايم ده مثلا تخليه 10 مينتس مثلا، فكده هيعمل ريندر. ممكن تزود، هيقعد يعمل ريندر لحد ما يخلص السامبلز دي، فانت ممكن تزود السامبلز دي، خليها اكتر من كده يعني، خليها مثلا 10,000 مثلا، ولما تحس ان الصورة كويسة بتعمل بوز، وتعمل بعد كده سيف ريندر، بتصور ريندر حسب انت عايز تصوره بقى، تسجله جي بي جي او بي ان جي او اكس ار، حسب زي ما انت عايزها يعني. بس يعني هنا، انا هنا مثلا عشان اطلع الصوره بكواليتي كويسه، اخليها مثلا 4K مثلا باي 4K، اخليها تبقى مربع يعني. وسطانها شوية كده يعني، ممكن طبعا زي ما انت عايز تخليها Full HD مثلا. كان الميزة كمان ان التحكم في ال settings بتاعت ال effects دي ممكن تغيرها من غير ما يخلي الريندر يبدأ من الأول. اللي هيخلي الريندر يبدأ من الأول إن أنت تتحرك، إن أنت تتحرك في الفيو بورت يعني. فا يعني ممكن تغير exposure، ممكن تغير ومش هيأثر على سرعة الريندر يعني، ممكن تغير يعني الإفكت ده شوية يعني، بدل ما هو زيادة عن اللزوم كده. بس يعني بتمنى تكونوا استفدتوا يعني، ويعني لسه طبعا لسه هحسن يعني، انا هشتغل شويه على التكشر ده، احسنه عن كده، والمره الجايه يعني
هنعمل اكسبورت للتكشرز ونوديها انريل. افهم يعني احاول اشرح الحاجات بتتعمل ازاي في الاكسبورت وكده يعني، وازاي نحط التكشرز في الشيدر في انريل وكده، ازاي نحط التكشرز في الشيدر في انريل وكده. في حاجة أخيرة بس هنا، الجزء اللي كان ورا ده اتصلح عادي، الحتة اللي كانت بايظة هنا دي اتصلحت عادي، بس كنت محتاج أمسك الجزء التحتاني ده في مايا وأعمل له فليب هوريزونتالي. يعني أنا كنت هنا في مايا، كل اللي عملته إن أنا مسكت الجزء اللي ورا ده، يعني هو الحتة دي أنا عامله إن هو overlapped على الجزء ده يعني عشان ياخد نفس التكتشر، بس هو كان محتاج يتعمل له فليب. هو كان مشكلة في إن هو كان معكوس، فلما كان معكوس فكان واخد الجزء الشمال يمين مش يمين شمال، فالتايلبل تكتشر ما كانتش شغالة كويس يعني. فكل اللي أنا عملته إن أنا مسكته وعملت، جيت عند ترانسفورم هنا، وجيت عند تولز في حاجة اسمها فليب في اتجاه اللي هو اليو اللي هو الهوريزونتال يعني، فدوست فليب فاتعمل فليب يعني. وبعد كده بعمل اكسبورت، ري اكسبورت تاني للمش ده نفسه، بعمل اكسبورت تاني وبعمل اوفر رايت هنا، بس انا عملته خلاص يعني. وباجي في بينتر بعمل ريبليس يعني زي ما عملت في الاول يعني، باجي عند edit عند project configuration، بدوس select لنفس المش ده اللي هو اللود، بعد كده بقول له اوكي. بعد ما اقول له اوكي بيعمل لودنج وبيظبط يعني. هو الفكره بس عشان هو انا واخد نفس التكشر دلوقتي، هو المشكله في الجزء اللي كان فيه سيم ده اتصلح يعني، بس يعني هو طبعا عشان هو واخد نفس التكشر فتحس ان فيه ميرور، فدي حلها ان انت تحاول تخفف الاجزاء اللي في النص شوية يعني. يعني تجيب ال التكشر نفسه، اللاير نفسها بتاعت الديرت دي، وتخفف الاجزاء اللي هي اللي هنا يعني، تعمل مالتيبلاي مثلا وتخفف الحاجات دي يعني. فيعني حتى لو في اي سيم كده بسيط ما يبانش قوي يعني. وكده كده كده في الجيمز اصلا انت بتعدي بسرعه جنب الحاجه، فمش هتلحق تدقق قوي، خصوصا ان الجزء ده من ورا مش باين يعني. هو الاهم من الحته اللي قدام دي يعني، الجزء اللي قدام ده هو الاهم يعني. فبس كده يعني، كنت عايز أقول الحتة دي يعني. تمام.